قدم نفسي معروف قدور رئيس بلدية أزروان. دي شغالة في البلدية، هي العويصة الأولى اللي هي تاع الجيسيون تاع الماء تاع أزروان. حنا باه تدي هنا لاديو باه أو موا تكون الجيسيون مليحة وتكون لي كونتور وتكون الناس تخلص الماء. هذه من الشغلة الأولى تاعنا. شحال عندك بيدجي تخلصه في السنة كونسيرنون لو لاديو؟ عندنا حوالي 105 مليون بارون عيمة. هذه تخلصوها؟ تخلصوها هذه الماء. فورفيتير؟ فورفيتير. هذه على شارج تاع البلدية. ألوغ كو نورمالمون يكونوا عندكم دي كونتور هنا. دي كونتور، لاديو يخلصوا في لاديو، نورمالمون تدي لا جيسيون عندنا كل شيء عندنا نعطوها لها. أبار هذا الانشغال واش عندك ثاني شغل آخر؟ انشغالات بلا تلمو كما تنزل ما دخل الكاز في الفيلاج، خاصنا الطرق، خاصنا زعما لاسيسمون، خاصنا زعما حتى صوالح. دونك حنا في هذا الوقت حنا مجهزين نفوسنا في ما يخص البلان اونسيان. لي زافوار سون بيان كي بوكو مقيمين، الاخرين ما عندناش مشاكل تاع في زروره تاع هاد الصوالح تاع نظام الاغاثه.